ومنتقلين معكم لأولى غراتنا لليوم، ورح نحكي بموضوع جدا مهم لكثير من الأهالي. قد ايه ممكن يكون الطفل وأدب الطفل ليكون له مساحة كبيرة وحيز من اهتماماتنا كأهل اليوم، وقد ايه أدب الطفل قدر إنه يحل بعض المشاكل ويضوي عليها بحياة كل، وقد ايه ممكن يكون هذا الأدب عم يضوي على هي المشاكل وعم يهتم فيها وأيضا عم يعالجها، ولكن اليوم قد ايه ممكن يكون كمان في طرق لحتى نفعل هذا الادب. صحيح يا عفاف، يعني ادب الطفل هو نوع من الفن الادبي اللي لازم يكون موجود عند اطفالنا بالمراحل العمريه الاولى، لانه بيضم مجموعه من القصص، من الكتب، من الكثير من الامور اللي بتساعد الطفل اليوم بحياته، واكيد بتساهم مساهمه كبيره بتكوين شخصيته من كافه النواحي النفسيه والاجتماعيه، اكيد بيجاوب على استفسارات كثيره. واليوم نحن رح نعرف ايمت ممكن نفهم أطفالنا عن أهمية أدب الطفل بحياتهم، مواضيع كتير حتخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الشاعرة والصحفية والكاتبة المتخصصة بأدب الطفل نوار الشاطر. صباح الخير أستاذة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية هيك يعني نتعرف أكثر على أدب الطفل وشو هي الأدوار يلي ممكن أنه يلعبها بحياة الطفل وكمان بحياة الأهل. الطفولة هي أهم مرحلة بحياة الإنسان، لأنه هي المرحلة اللي بتتشكل فيها شخصية الأطفال. وطبعا أدب الطفل هو الأدب الوحيد المسمى باسم الفئة المكتوبة لإله. طبعا هو بيضم الإنتاج الفكري الإبداع موجه للطفل، سواء كان من قصة أو شعر أو أنشودة أو مجلات أو كتب أو مسرحيات. طبعا دور أدب الطفل هو دور إنساني عميق وعظيم جدا، لأنه هو أدب تربوي، أدب توعوي، أدب تثقيفي، أدب تعليمي، كمان هو أدب ترفيهي، فهو بيعنى بتقديم الفائدة والمتعة للأطفال. بيلعب دور كتير كبير بتكوين شخصية الطفل من الناحية المعرفية ومن الناحية الثقافية، وحتى بيعطي من الناحية الحياتية والاجتماعية، لأنه نحن كتير بنقدم أفكار ككتاب للأطفال عن طريق القصص والشعر، تشرح للأطفال مفهوم الحياة وبتخلي هاي المفاهيم بسيطة ولطيفة جدا بالنسبة له. تمام أستاذة نوار، يعني مرحلة الطفولة هي مرحلة بتكون صعبة خصوصا بالمراحل العمرية الأولى، ودائما بيكون فيها مجموعة مشاكل كثيرة بتواجه هدول الأطفال، بتختلف من طفل للثاني. هل اليوم إذا بدنا نقول أدب الأطفال قدر يضوي اليوم على هي المشاكل، قدر يوجد لها حلول؟ خلينا نوضحها. مشاكل الطفولة كتير كبيرة، وهي المشاكل خطورتها بتتشكل انه هي المشاكل بتنعكس على شخصية الانسان على المدى البعيد. يعني اكثر مشاكل الكبار تأتي من الطفولة، واكثر عقد الكبار تأتي من الطفولة. هي المشاكل ممكن تكون نفسية وممكن تكون مادية. طبعا ممكن الطفل يتعرض للتربية السلبية من قبل الاهل، انه ما يكون في عنده وعي، انه الاهل ما يكون في عندهم وعي وما يكون في عندهم اساس ثقافي لتربية الطفل او اساس تربوي سليم. كمان في موضوع الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي اللي بيتعرض له الطفل، سواء كان تعنيف أم تنمر أم تحرش أم اعتداء، أو حتى سواء كان من قبل الأهل أو محيط المدرسة والمجتمع والمكان اللعب اللي هو بيلعب فيه. أدب الطفل من خلال القصة بشكل خاص قدر يضوي على هاي المشاكل، قدر يشرح مثلا، لناخذ مثال موضوع التنمر من خلال شخصيات قريبة للطفل. ممكن نحن نوظف البيئة، نوظف المكان، نوظف الحيوانات، ونشوف مدى التأثير السلبي للتنمر على الطفل. كمان في مشاكل تانية عني بها الأدب وضوى عليها، مثل العنف والاعتداء على الأطفال، أنه كمان من خلال توعية الطفل أنه هو كيف ممكن يحافظ على جسده، وأنه هذا جسده شيء خاص مو ممكن حدا يلمسه. فنحن خلال القصة بطريقة لطيفة وطريقة إبداعية فيها خيال نقدر نوصل هاي المشاكل للأطفال ونطرح حلول لإلها. يعني نحن بنعطي الحل ونشرح المشكلة وبنعطي حل لإلها. كمان في دور لعب وأدب الأطفال، هي تجربة أنا حبيت تضوي عليها، انه في مدرسه باحد المدارس وهي مختصه بتكتب قصص شعر للاطفال، حبت تطبق برنامج قرائي بالمدرسه على الاطفال المتنمرين يلي بيعملوا تنمر وعنف جسدي ولفظي على الاطفال الاخرين. فخلال الثلاث اشهر عملت لهم برنامج للقراءه بيتضمن قصص شعر معينه هي اختارته، ولاحظت بعد الثلاث اشهر انه هدول الاطفال فعلا خف عندهم التعنيف او
والتنمر على الأطفال الآخرين. فهذا بيدلنا أنه أدب الطفل فعلا له دور بحل المشكلات، لكن بده جهات معينة تشتغل عليه، وبده تعاون بين الأهل، بين المدارس، بين المؤسسات المعنية بالطفولة. طيب خلينا ننتقل معك أستاذة على الطفولة قديما، قديه كنا نتأثر الأناشيد والقصص يلي نحن نقراها أو يحكونا إياها بالمدرسة ونضل حافظينها وناخد منها عبر، أو حتى الأناشيد، يعني في بعض الأناشيد لحد هلأ مأثرة فينا موجودة في ذاكرتنا نكون ماشيين عليها، ولكن يوم أي أشد تأثيرا على حياة الطفل وسلوكياته الأنشودة ولا القصة؟ هذا بيرجع للفئة العمرية اللي الفئة العمرية للأطفال. فنحن في عنا مرحلة جنينية ومرحلة سريرية وبعدين مرحلة الاكتساب وبعدين مرحلة التعلم. خلال المرحلة الجنينية لما الطفل بيكون جنين برحم أمه بيسمع، فدراسات أثبتت أنه هذا الطفل عنده القدرة على الاستماع، بيقدر يسمع كلام أمه. كان أمه بهذا العمر تقري له قصص، استمعوا موسيقى، استمعوا قرآن، استمعوا ترانيم، وهذا الشيء أثبت العلماء فيما بعد أنه له تأثير على نمو الدماغ. فالأطفال يلي كان في احتضان عاطفي وكان في عنصر السماع موجود خلال الفترة الجنينية وحتى خلال الفترة السريرية لما الأم بتنيم ابنها وبتضمه لحضنها وبتهدها بتغني له هي الترانيم أو الهدهدة أو الأغاني اللطيفة بتضل علقة بذاكرته. فوجدوا العلماء أنه هدول الأطفال يلي تعرضوا لهي العناية من قبل الأم صار في عندهم نمو أفضل بالخلايا الدماغية، صار في عندهم تطور بالدماغ خلال فترة قليلة مقارنة بالأطفال يلي ما كان في عناية بهي المرحلة. بمرحلة نحن حكينا للسنتين، من بعد من السنتين للخمس سنين بنلاحظ انه الطفل عنده ذاكرة سماعية قوية، بينجذب للأناشيد بشكل خاص، بتشوف انه اذا حطينا الطفل خلال يوم يومين على اي محطة كرتونية بتطرح اغاني للأطفال بيحفظهم كلهم بدون ما يفهم معناهم، فهذا يدل انه الأنشودة بهذا العمر اكثر تأثيرا على الطفل. اما بخلال لما ببلش الطفل يتلقى التعليم يفوت على المدرسة او الفئات بالمدرسة بنلاحظ انه الكلمة بلشت تأثر عند الطفل وبلش موضوع القصة يهمه أكثر. يعني نحن فينا نقول من الأربع سنين فما فوق القصة بتبلش تأثيرها عند الطفل أكثر من الأنشودة، لكن الأنشودة بتضل معه لكل عمره. يعني نحن جيل الثمانينات نشأنا على شعر سليمان العيسى ولحد الآن هي الأناشيد موجودة بذاكرتنا وأطفالنا كمان. أكيد يعني من هي الأناشيد والقصص اللي فعلاً بترافق هدول الأطفال من مرحلتهم العمرية من هم صغار لحتى يكبروا. خلينا نحكي واقعياً أستاذة نوار، اليوم أدب الأطفال بشكل عام هل هو موجود اليوم فعلاً بحياة الطفل؟ هل إحنا عم نقدر نحقق منه الأهداف اللي نحنا منريدها؟ هلا هو موجود بشكل نسبي وشكل جزئي. أولاً موجود بحياة طفلنا من خلال الكتاب المدرسي، فمنلاحظ إنه قصة الشعر موجودة بالمناهج الدراسية ابتداء من الابتدائي للثانوي، فهذا هو الشعر أو هي القصة، فبيكون لها تأثير تربوي لأنه هي بالدرجة الأولى معمولة بهدف تعليم الطفل اللغة العربية، المفردات، زيادة المحصول اللغوي عنده، بالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية الفاضلة والتربوية العليا عن طفلنا. لكن موضوع ثقافة الطفل عن طريق الكتاب وعن طريق القصة هذا الشيء بيعتمد على دور الأهل. الأهل بدهم يكون عندهم وعي إنه هن يثقفوا أطفالهم ويعرفوا أطفالهم للأدب عن طريق شراء القصص، عن طريق أخذهم للمكتبات، عن طريق إنه الأم تحكي حكاية لابنها بطريقة الحكواتية، إنه هي تتقمص شخصية الحكواتي وتحكي بطريقة تفاعلية، ممكن تستعين بدمى، ممكن تستعين برسوم حتى تخلي الطفل يتفاعل مع الأدب ويحبه. وفي دراسات أثبتت إنه الأطفال يلي عندهم ميل للأدب للقصة والشعر في عندهم نمو لغوي أفضل بكثير من أقرانهم يلي ما عندهم اهتمام بموضوع الأدب واللغة. ممكن هالشيء يساعدنا لحتى نحقق هوية ثقافية للطفل أكثر، ولا هو لحاله ممكن يكتسب هاي المهارات من خلال شطارته، هو حبه للقراءة أو للاستماع أكثر، ممكن هو كمان يخلق هوية ثقافية له؟ هلا الطفل نحن بدنا نعلمه، الطفل حكينا انه هو بيكتسب اللغه او المعارف المحيط من البيئه والاهل والمدارس، والتعليم بيجي بالمرحله الثانيه اللي نحن بدنا نشتغل فيها على طفلنا. نحن بدنا نقدم هي الثقافه لطفلنا، نحن بالمدارس، بالمراكز الثقافيه، بالندوات، باي انشطه نحن عم نقوم فيها لاطفالنا عم نقدم هي الثقافه. هلا الهويه الثقافيه اكثر شيء ممكن نحن نعرف الطفل له المراحل العمريه الصغيره هي الحكايات الشعبيه اللي نحن اجت من موروثنا الفكري،
اللي بتشرح العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية وتاريخ هذا البلد العريق. فأنا بأحد الجلسات للأطفال، هي جلسة كانت هي جلسة قصة تراثية توحيتها من التراث، بتحكي عن عنوان تبع عنوان عز الشرق ديما، بتحكي هي قصة واقعية لكن الخيال، بتعرفوا الحكاية الشعبية بيلعب الخيال والإضافات، فما فينا نقول إنه هي حكاية تاريخية 100%، إنما هي مزيج بين الحقيقة والخيال، وهذا الشيء كتير بحبه الطفل لأنه هي بتحاكي مخيلته وبتشبع مخيلته، وكمان من خلالها منوصل العبرة. فكانت القصة تحكي عن زيارة الإمبراطور فيلهم الثاني لسوريا، وغرام أو زوجة الإمبراطور أعجبت بحمار أبيض، فطلبت من صاحب الحمار أنه يعطيها إياه تاخده معها على ألمانيا، فصاحب الحمار رفض رغم الإغراءات المادية والمبالغ يلي عرضوها له. ولما سألوا أنت ليش يعني رفضت أنك تعطي حمار للإمبراطورة، قال أنا مو ممكن خلي إمبراطورة ألمانية تاخد شيء يعني ما بيعطي صورة مشرقة لبلدي، فاخترت أنه أنا ممكن أعطيها حصان عربي أصيل من عندي بدال الحمار، حتى هي لما تروح على أوروبا يقولوا أنه زوجة الإمبراطور جربت حمارا من دمشق، فهذا الشيء كتير حز بنفسه رغم أنه هو شخص بسيط ثقافته بسيطة، لكن هو شخص بيحب بلده، وبنفس الوقت هي القيمة حبيت أنقلها للأطفال حتى يشوفوا الجانب المشرق للبلد وكيف نحن جميعا ممكن نحافظ على هوية هذا البلد أو نتعرف على هوية البلد من خلال التراث العريق الموروث الفري الحكاية الشعبية. نحن في عنا كمان خيال الظل، شخصيات الكراكوز وعواض، هي شخصيات محببة للأطفال. في عنا أساس شعبي كمان، في عنا الأساطير ألف ليلة وليلة، قصص كليلة ودمنة، السندباد، كل هاي القصص بتأثر وبتنقل ثقافتنا للأطفال. صحيح، مواضيع كتير مهمة نحن لازم نعلم على أطفالنا من هنن وصغار، خصوصا من خلال هيدا الكتب والقصص الموجودة بأدب الأطفال. ولكن السؤال، نحن إيمت منخلي الطفل هو يختار الكتاب أو القصة اللي هو حاببها، مشان نحن ما نفرض عليه كتاب معين، مشان حببه أكثر بالقراءة ويتعمق أكثر بالموضوع أو الفكرة الموجودة. هي انه نترك المساحه الحريه للطفل كثير شيء مهم. في عمر يعني معين؟ في عمر معين. هلا نحن من في قصص للاطفال من عمر السنتين، هي القصص بتكون هي عباره عن لعبه قماشيه فيها صوره حيوان معين مع الصوت تبعه، فنحن ممكن ناخذ الاطفال على المكتبه وبحسب الفئه العمريه نخليه هو يختار شكل حبه، شكل قصه حبه. بالفئات اللي اكبر نحن بنساعد الطفل، مثلا هو بيشوف الغلاف هو الواجهه للقصه، فمن خلال الغلاف هو بيختار. نحن ممكن من خلال العنوان ممكن نحن نشرح له العنوان، نطلع بشكل بسيط على القصة، نقول له انه هي بتحكي عن هيك. هلا في اطفال في ميول علمية ممكن نختار لهم قصص الخيال العلمي، في اطفال كتير بيحبوا التكنولوجيا ممكن نختار لهم كتب عن هذا الموضوع، في مثلا بنات بيميلوا لموضوع الدمى ممكن نختار في مسرحية بتتعلق بالدمى، فكل طفل له ميوله، فنحن بدنا نعرف شو ميول الطفل ونوجهه ونساعده على الاختيار. هلا مو غلط انه هو يختار القصة ويقراها ونناقشه، كمان هذا الشيء يساعد على تعزيز شخصية النقد عند الطفل وإبداء الرأي. طيب اليوم بظل الثورة الرقمية والاجتياح لها اللي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني اليوم ما في طفل اللي ما في بإيده موبايل أو تاب أو أي جهاز لحتى يقدر يشوف العالم الآخر والعالم الافتراضي ويعيشه كمان، كيف نحن بدنا نقدر من خلال هذا الاجتياح لوسائل التواصل الاجتماعي إنه نقدر نخلي الطفل يحب القراءة والكتابة ولسه يضل بإيده الكتاب والقراءة الورقية بعيداً عن هذه التكنولوجيا اللي هلأ عم شاء؟ في مقولة بتقول لا تربوا أولادكم على زمانكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني نحن بدنا نراعي الوضع والزمن اللي عايشين فيه، والتكنولوجيا والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء من حياتنا وجزء من حياة أطفالنا. طيب كيف بدنا نقدر نوازن نحن بداية كمربين وكمعلمين أو مشرفين على الأطفال؟ بدنا نبرز القيم الأخلاقية العليا ونعلم الطفل الصح والغلط، ونعلم الطفل كيف يختار الأشياء اللي بده يشوفها أو يتابعها. مثلا في اشياء هي مناسبه لعمره بنسمح له يتابعها، في اشياء لا اكبر من عمره من اجلها لبعدين، وفي اشياء يعني غلط انه يتابع الاطفال نحن بنشرح للطفل ليش غلط. فلما بنعطي الطفل الاساس الاخلاقي والثقه انه نحن اعطيناك الثقه انك انت تتابع انك انت تشوف انك انت تختار، فهون نحن عم ناسس الطفل لحتى هو يبلش يكون في عنده وعي، وكل ما كان في طفوله واعيه كل ما كان في انجذاب لموضوع الكتاب والقراءه. فنحن كمان بدنا ناخذ اطفالنا نشوف قصص نحببهم بالكتاب، نوريهم انه الكتاب فيه متعه،
والقراءة الورقية فيها متعة، لأنه أيضا في عنا نحن صور، يعني الطفل عنا مو بس سمعي، الطفل عنده صار في لغة بصرية عالية نتيجة متابعته لهي وسائل التواصل الاجتماعي، وما عاد موضوع الكتاب الورقي البسيط يغري. فنحن بدنا نحاول نجذب ونحاول نقدم قصص بطريقة تفاعلية لطيفة، ونخلي الطفل جزء من الحدث بأنه يختار القصة، بأنه كمان يعيش أحداث القصة، وأنه هو كمان يكتب القصة. تمام، بالختام خلينا هيك، في لسه نقاط او افكار بادب الاطفال ما ضوينا عليهم، حابه تركزي عليهم وحابه نوعي اكثر الاهالي والمعلمين بالموضوع؟ الادب الطفل حتى ياخذ هو حيزه ويصير هو بواقع حياه الطفل، انه نحن كاهالي لازم نشتغل على موضوع ثقافه الطفل عن طريق القراءه، عن طريق القصص، عن طريق انه نحن ناخذ اطفالنا لمراكز ثقافيه، لمكتبات عامه، لانشطه فكريه، حتى ننمي هذا الوعي ونفعل دور ادب الطفل. بالاضافه انه نحن لازم نختار اختيارات صحيحه مو عشوائيه لاطفالنا، ولازم دائما يكون في تحفيز وتشجيع، انه الطفل كل ما قرا اكثر نحن بنعطيه جائزه، بنحفز الابداع جواته، لانه موضوع الكتابه كمان مهم بالنسبه للطفل من ناحيه المدرسه، انه بيتعلم التعبير الادبي، بيتعلم كيف يعبر عن شخصيته، فالقراءه والادب كثير مهم تحصيل اللغوي عند الطفل. خلينا بختام فقرتنا معك استاذه نوجه اهم النصائح لكل اهل اليوم ممكن انهم يجهلوا فائده الادب الطفل من خلال القراءه وحتى الانشوده او ترسيخ هذا الادب بعقولهم ونياتهم، لحتى ممكن قديه ممكن يساعد ويأثر على مستقبلهم وبناء عقلهم والمعرفه عندهم. الأهل هن القدوة، فالأهل لازم يكونوا قارئين مثقفين، عندهم اهتمام بموضوع الأدب والثقافة، لأنه الطفل لما بتقولي له أنت تعال اقرأ وما بيشوف أبوه عم يقرأ أمه عم تقرأ فما راح يرد، الطفل بحاجة لقدوة صالحة، فنحن لازم نكون قدوة صالحة لأطفالنا. حتى في كثير على فكرة أمهات أمنيات، لكن قدروا أنهم يحققوا إنجازات حلوة بأطفالهم، قدروا يخلوهم أنهم هن يلتفتوا لموضوع الدراسة، لموضوع القراءة، وصنعوا منهم عباقرة. فموضوع الأمية هذا ما حكينا عليه، أمية الأطفال وجهل الأطفال بيأتي الأهل، فكل ما كان في وعي عند الأطفال عند الأهل كل ما كان في وعي عند الأطفال. فأنا يعني نداء إلى الأهل أنهم يهتموا بأطفالهم، يهتموا بالذكاء العاطفي، يهتموا بالأدب وبالأنشطة المنوعة لحتى يخلقوا شخصية حلوة لطفلهم ويكون هو شخص ناجح بحياته. أكيد بالختام بدنا نشكر راحتك كنتي معنا اليوم الأستاذة نوار الشاطر، وأكيد إن شاء الله كل الأهالي هيك يكونوا استفادوا من النصائح ويطبقوها على أطفالهم. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه، شكرا لكم نور. اهلا وسهلا فيكي. مكملين مشاهدينا بمشوارنا الصباحي، ورح ننتقل مباشره لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر